السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيت أمس عليكم وأذكر نفسي أولا وأذكركم بأن في حيوانات في الشارع وفي طيور وعصافير، في حاجات كتيرة احنا ممكن نعملها بسيطة جدا ولكن هي بتفرق كتير وممكن تبقى في إنقاذ روح. يعني احنا شايفين حاليا في رياح وفي عواصف كتيرة جدا وفي فيروسات وفي أمراض وفي حظر في أماكن كتيرة جدا، الناس مش قادرة تطلع، فممكن الحيوانات دي ما يكونش عندها مأوى وما يكونش عندها أكل ولا شرب. فأنت لو عندك شوية رز بدل ما ترميه في باسكت زبالة ولا حاجة، خده في كيس وحطه في الشارع، ولو عندك شوية مية في إزازة حطهم، يمكن في عصافير وحمام أو في قطط أو في أي حاجة تاكل منها. لو عندك شوية حليب باقيين منك حطهم في إزازة كده، حطهم قدام الباب، حطهم في تحت عند العمارة، يمكن يكون ثواب ويكون لك في الآخرة إن شاء الله. أنا بذكر نفسي أولا وعارفكم إن أنتوا أحسن الناس وعارفكم إن أنتوا بتعملوا كل الخير، ولكن للتذكير فقط. السلام عليكم.